استعد للشغل بقى. ممكن اعمل حاجه بالبتاع ده؟ علبه بنزين بوزر، سامعني؟ بوزر رد عليا. ده مش بيرد عليا، يا ترى هو فين؟ انا محتاجها. خلصت. شكرا على التحذير. على قد ما اقدر. كوب حول. اعمل اللي تقدر عليه. هاي بوزر، أنا لقيت علاج لدراعك. بوزر زفت. بوزر بس إيه؟ بس زفت. لا يا ديك، أنا كان ممكن أفجر دماغك. بص خلينا نشوف الدراع ده، ماشي؟ لا يلا خلينا نشوف دراعك. طيب لازم. تمام. بص ديك، شكرا يا صاحبي. بص انا هتحسن، ماشي؟ هبقى كويس. انا هغمض عيني شويه. مستعد للشغل بقى. أقدر أصلح ده، المفروض يشتغل. ديك، شغل اللاسلكي بتاعك؟ عملت لك شوية حاجات، لو عايزها عدي علي. بوزر شكرا، ماشي هعدي عليك بعدين. هو ايه اللي بيعمله ده وهو بيجري كده؟
ماتوا كلهم ماتوا. لازم اتصرف اخيرا. كان هنا مش لاقيه. كنت همسكه بس اختفى. ضرب النار ده جاي منين؟ أنا شايفك بتجري في المكان. مش هتحتاجهم معاك. واحد منهم. يا خبر يا كوب، أنت ضايقت كام واحد؟ ماشي، المفروض ده المولد بس. ده بايظ خالص. تمام، ده هيبقى كفاية. يلا بينا. بس بقى لو كان معاك رصاص ما كنتش زماني عايش ولا ايه؟ أرجوك يا أستاذ، ما بضربش الستات بالرصاص لو كان اختياري، بس أنا ممكن أختار. ما عنديش أي حاجة ولا مكان أروحه. يا نهار أبيض. طيب أما نشوف لو كان عندهم ملاذ تحت الأرض في حتة قريبة من هنا. خريطة، شكلهم كانوا حاطين عليها علامات كون. ايك سامعني؟ مفيش حاجة، تقريبا صوت موتوسيكل ماشي على الجبل. انا خلصت تمشيط برج الارسال لكوبلند، هتسلق البرج احاول اشوف حاجة. مفيش، عارف انا سبت الرحالة دي تخدعني، من حسن حظي انها خلصت الذخيرة. سبتها تمشي مش كده؟
طيب ايوه ايوه سبتها تمشي. في مره يا ديك مبادئك هتتسبب في قتلك. ماشي طيب اكيد في حاجه صح. هتفرق في ايه ديك؟ نحول يا تسلق صعب. ماشي تشوف بوزر كان بيتكلم عن ايه. عندك حق، في حد على الجبل شايف دخان من نار المعسكر. الواقع كنت شاكك في الصوت، هما فين؟ انا رايح لهم. لا يا نهار ابيض يا بوزر، لازم تسيب دراعك يلتئم علشان نسوق ونخرج من هنا. انا هتصرف معاهم. لا فاهم كده اني هتجنن هنا يا ديك. بس حاول تفضل مركز علشان لو جم في طريقك ديك نحول. مش ممكن، لازم استعيد لياقتي. الموضوع متعب جدا. لحمه. كويس. يا بوزمان انت صاحي؟ انا رايح المعسكر اللي رصدته شمال الجبل. انت عارف هتروح فين؟ هعرف لما اروح هناك. ديك نحول. بوزمان عندك حق، بيأسسوا عند السكة الحديد. اقتل السفلة دول كلهم. دي الخطة تقريبا. ديك نحول. هو أكيد هنا. يعني هو بجد راح فين؟ في حد هنا.
خلينا نكون اصدقاء، مش لازم الموضوع يمشي بالطريقه دي. ارمي سلاحك واخرج وممكن نقعد ونتكلم. احنا معانا اكل ومعانا شويه مشروبات ووسائل متعه كتير. يلا اخرج. ده آخر واحد منهم، خليك بعيد عن جبل أوليك. على رأي بوزر السرير مستنيني. المفروض ده ينفع. بوزر خلاص، معسكر متطفلين، مش هيقتلوا تاني على جبل أوليري. كويس. ديك كان لازم أكون هناك، قصدي عشان أساعد يعني. أرف. بس ارتاح بس يا أبو زمان، ارتاح. هنروح الشمال أو مدرعك يخف، فهمتني؟ أيوة سمعك بوزر. حاول حاجة مقرفة. أنا عيان وتعبان. الرحالة دخلوا المعسكر وقتلوا أصحابي كأننا في حرب. اللي بيحصل يا كوب؟ دخل راجل ما كانش في وعيه خالص، ضرب نار في المكان وهرب بسرعة. بيقولوا إنه موتوسيكله خزانه أحمر وكان لابس خوذة للحماية كده فضي. تمام، أنا لو مشيت دلوقتي أنا ممكن أقدر ألحقه. أنا عايزه حي يا ديك. عايش؟ حي. اقبض عليه وبلغني، هندور عليه ونعلقه على فرع الشجرة ده. جه الوقت اللي هنوري فيه الرحالة ان في قانون ونظام في المعسكر ده. ما اقصدش اساءة ليك. ولا يهمك، انا هلاقيه. ديك انت هنا؟ كنت بفكر اروح لمعسكر الاشجار واهد العشش، بقيت بشوف مسوخ كتير. بوزر لا لا، انت كده هتموت نفسك. لازم تستنى لحد ما تبقى كويس. انا هنا كده كده، فهتصرف في موضوع العشش. ماشي ماشي. طيب شكرا ديك. لا يا ديك، استنى لحد بالليل، هيكون مسوخ اقل جوه العشش. او تقدر تقتلهم والدنيا منوره، هيكون عددهم اكبر بس مش قويه. يلا تمام. ايوه كده، هو مش مصدق المعسكر هيتملي. طيب على رجلينا بالراحة وبهدوء. في تاني؟ ايوه، الانفجار ده هيبقى جامد.
ايه رايكم ها؟ وروني نفسكم كده يلا. تمام دمرنا عش واحد فاضل قد ايه؟ انت خارج؟ ايوه هروح للمقبره وادور على مخزن ليو السري. اسف كان ايه ده؟ هنتجه للشمال لحد ما تقدر تسوق. الشمال ايوه. اوه ماشي عش ماشي. خليكوا نايمين زي ما انتوا ما تركزوش معايا خالص. ديك انت سامعني؟ انت قلت هتروح للشمال؟ بوزمان لا انا ما كنتش هروح ناحية الشمال من غيرك. ايوه انا عارف كده كل حاجة باظت. حروق من الدرجة التالتة هتعمل فيك كده. ايوه طيب خلي بالك من ألفاريز فهمني. ديك ده مهم بالنسبة لي. أنا هاخد بالي منها يا بوزر بس ارتاح شوية ديك نحول. أوه المخزن. أيوة شكله مكان ينفع يبقى بيت صح؟ آه الزفت. إيه ده؟ كلكم بهدلتوا نفسكم فجأة مش مصدق. اوه مسوخ ملاعين بتعملوا ايه هنا ها؟ المكان ده فخ للموت. الجو ابتدى يسقع هنا. ده هيدفيكم شويه. يلا يا شباب. بوزر خلاص انا دمرت العشش بوزر خلاص انا دمرت العشش. المفروض المسوخ تقل من على الجبل من هنا ورايح. هديك ايه اللي حصل؟ هو كانوا كتير؟ ايوه بس كنت عايز اقتلهم والدنيا منورة انت عارف نور الشمس بيضايقهم. صح هي دي احسن طريقة لقتلهم. طيب ماشي شكرا شكرا انك عملت كده ديك. ارتاح شوية يا بوزر ديك نحول. سين جون انا كوبلين. انا ما شفتش بوزر من فترة كان متعود يقوم بمهمات ليا. عارف انكم دايما مع بعض حاولت اتواصل معاه بس ما عرفتش. لما تشوفه قول له يعدي ويسلم على كوب. هكون ممتن جدا. كوبلين تحول.
ملاك بيعيط، أكيد هو. فين بتخبي مخزونك يا ليون؟ أنهي طريق؟ ها يمكن واحدة منهم. جيم، فهمت. دلوقتي أنا عايز أعرف أنا هدي الحاجة دي لمين. بوزر، بوزمان، انت سمعني؟ اه، انت مش هتصدق ده، انا شفت طيارة هليكوبتر. انت بتقول ايه؟ طيارة نيرو عدت من فوقي كاني مش موجود. بعد المدة دي كلها تظهر هليكوبتر الشرطة فجأة؟ انا هطاردهم و هشوف هيعملوا ايه. يا ديك خد بالك، متقربش اول حد ما تعرف هما بيعملوا ايه، هما تتصرفش تصرف غبي. لا انا مش هتصرف تصرف غبي. استنى استنى استنى، دول بيبطئوا، شكلهم بيقفوا. Thank you.
ترى ده هياخد وقت قد ايه؟ ده وقت كبير، وقت كتير. يا خبر، ده هياخد وقت. مش عارف. شجر، خليني من الشجر. ملاحظة 2000. بعد ما تعقبنا تحرك مجموعة كبيرة عددها حوالي 500 أو 600، أكدنا موقع نوم الأشخاص دول فين. يا دكتورة، موقع 23 على القائمة ده بتاعنا. لا، ده أوبراين. تمام. يا خبر، أنا كنت فين؟ أكدنا المكان اللي بيرتاحوا فيه الأفراد في صحراء بروتو. الموقع محدد انه رقم 15، علامة على الاعشاب والنباتات في المدخل، واثار خطوات في الصور اللي معاها بتشير ان الموقع حد استخدمه فترة. اكيد المكان مريح لك. بناء على جهاز الاستشعار اللي زرعه الملازم اوبراين، حوالي 447 شخص دخلوا الكهف في النهار. بقترح ارسال فريق متابعة كل شوية بعد الساعة 1900 عشان يدخل لاعماق الكهف ويقيم الاوضاع. ملحوظة الدكتور أندرسون، نظريتك عن سلوك المتحولين البدائي بالليل صح بنسبة كبيرة، وده اللي أثبتته تجربتي. انتهى التقرير. أوبراين الزفت. أنت سمعتني؟ أكتر من 400 فرد وهم مش شبه المسوخ اللي تعرفهم. دول مرحلة تالتة ما نعرفش عنهم حاجة. يبقى إيه اللي حصل بسارة؟ لا زي أطفال. انسى الموضوع، انسى خالص. أسألك لو هتتش ممكن. ما قلتش إني أدخل. ما بقاش فيه أطفال، والأفراد مش نايمين، هم في حالة راحة. صحيت دب نايم قبل كده؟ لا. صحيت مسخ نايم قبل كده؟ ايوه، في الواقع انا كنت من اللي يوم من جنب مواجه. مش ممكن. لقيت حد بيقطع صاحبي زي الموزة. البدل دي بتحمي من قرف كتير، بس مش منه. مستحيل يا عريف، مش ممكن. انا اسفة. المهمة كانت كارثة من البداية. احنا عشان كده عمرنا ما ندخل جوه. لو قفلت الكهف كويس، مش عارف، ممكن نموت عدد كبير منهم. مش عارفة يا عريف، الكهوف كتيرة برا. يلا نخرج من هنا بسرعة. نقفل الكهوف. ايوه صح، محدش مهتم. رد عليا. ديك استنى، انا هنا. لما كنا بنتمشى في فيرويل، راجل من فرقة نيرو الجندي او ايا كان مين هو اللي اخد سارة. استنى، ايه ده؟ كان عنده بطاقة شخصية، كان اسمه ايه؟ مش ممكن، اوبراين. ما بطلتش كلام في الموضوع طول الطريق لثري فينجر جاك. تمام، هو حي الجوزر، هو حي. هناك المعسكر كله اتدمر. لا، انا عارف ده. طب بص، رحت لمنطقه الهبوط وكانوا. لحظه، انت رحت لمنطقه الهبوط؟ ايه؟ بس اسمعني، انا سمعتهم على اللاسلكي بيتكلموا عن راجل اسمه براين. ديك؟ لا بوزر، انا مش كده. بس نام شويه، ديك الحول. إذاعة أوريجون الحرة، الحقيقة تخليك حر. كان في طيارات سودة كتير في السماء، يمكن شفتوها. الرحال في الحلول، وافتكرتوا منكم الكلام. بيك تاكر والكاي عند موقع الحفر. أيوة، يعني لقيهم فين؟ الموقع الشمالي هناك. لو حد لمس الموتوسيكل أو حاجة منه هدغدغ صوابعه. أي حاجة يا عم. يا خبر،
عمال أقولك كل حتة تبص لها مليانة كلها بحمم عملاقة. 25 قدم صخور صلبة. هاخد آلات الحفر ال... أنا مش محتاجة محاضرة منك، فهمت؟ لا ده مش صح. بصي الناس دي جعانة، حتى لو بكل قوتهم هيحتاجوا شهور يخلصوا الشغل ده بالفاس والحفارة. أنا مش مهتمة بده. كلنا جعانين يا أهل، بس المفروض نخلص الشغل حتى لو قعدنا طول السنة. تفتكر عندنا مكان تاني نروحه؟ ثانية، ما خلصتش. ممكن تنجز يا أهل، وراي حاجة تعملها. الممزقين النهاردة في واحد من رجالتي قدر يرصد مجموعة منهم رايحة على المدار. ومحدش منعهم. إزاي أنا؟ تكر أنت عارفة أن عددنا قليل. هم رايحين للشمال؟ قال هم جايين عندنا هنا؟ قولي أو لا. أنا معرفش، يمكن هو يعرف. أنت عاوز إيه بقى دلوقتي ها؟ قولي إيه؟ قولي. لا يا ألقاي، مش مهمته إنه يعرف، مهمتك أنت إنك تعرف. ما ينفعش أكون في مكانين في نفس الوقت. أنت عاوزاني هنا في موقع الحفر ولا في القرف اللي برا؟ بطرد الممزقين. روح المخازن وشوف عندنا أسلحة قد إيه، وويلر هيراقب الحفر. ما تقولي بتبص على إيه؟ معرفش، كنت مستنيك تتذاكى أو تصمم حاجة. عرفتوا ليون فين؟ كويس إن أخيراً حد عرف يعمل شغله. اركب معايا. قولي امتى كانت اخر مره لقيت حد وجبته؟ الناس اللي فضلوا في الانهار مش من النوع اللي انت عايزاني اجيبه هنا. اتنين هنا ماتوا بالحمى. دي مش مشكلتي. انت عايز اكل، دي مشكلتك لوحدك. قلتلك هنقوم بعمليات تهريب ليكي، بس مش هننضم لمعسكرك الملعون. فكرني تاني، انا بنسى كل حاجه. هو ليه ده؟ علشان ده تضيع وقت يا تاك. طب مش انت الشخص المتفائل؟ هو فين بوزر؟ قال انه هيروح لمعسكر كوبلند علشان يحاول المقايضه مقابل شويه سمك. هو انت بتشتغل مع كوب؟ هو معسكره قريب من معسكرك؟ مش قريب ولا بعيد. بصي انا مش مراد بوزر، يقدر يروح اي حته هو عايزها. مش ممكن انت بتسيبي دي شغاله طول الليل والنهار؟ في جثث مسوخ كتير هنا، وفي ناس بتعمل الشغل ده، لازم فعلا نخليها مولعه. حاولي تستخدمي بنزين اكتر، هيسرع الحرق بعدم اقل. تفتكر في كتير للتخزين؟ لو كله خلص هنشغل الموتوسيكل بايه؟ بايدينا احنا؟ ممكن افهم ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ العد واقف، الاكل والذخيره خلصوا من المخزن. مش ممكن، مين اللي تولى المراقبه امبارح؟ ويلر. ضاعف الحراسة الليلة، الموضوع بدأ ينرفزني. اتفقنا. في مشكلة هنا؟ وزي ما قلت المعسكر شبه السجن، دول شوية كسالة وكذابين وحرامية وقتلة. عارف ايه السبب؟ مش عارف. عشان ده الوضع دلوقتي، معرض مسوخ، محدش نيجي إلا الوقحين والمقرفين كفاية عشان يبعدوا المسوخ. الباقيين هنا بيتمنوا أأكلهم وحميهم ودفيهم عشان يقدروا يسترخوا ويتفرجوا على نهاية العالم. انت لازم ترجع للشغل، ما تجبرنيش ارجع سايرس. شوية الكسل دول ممكن يضيعوا الوقت زي ما هم عايزين، بس الصبح ده وقتي أنا. إدارة المعسكر ده شبه إدارة السجن. مش فاكر اللي قلتيه. كنت إيه؟ كنت مأمورة سجن أو حاجة كده؟ ما كنتش في رتبة أعلى منه، كنت مشرفة عنبر الستات، زي ما كون قضيت فترة في السجن قبل كده. انت عمرك قضيت فترة في سجن مقاطعة كلامت برا شمولت؟ كان عندي مشاكل كفاية، بس ما رحتش ولاية كانساس أبدا. عندي شغل ليك. لارسن راح امبارح في جولة، عدى على بلد ماريون فوركس وقال انه شاف واحدة كانت شكلها شابة بس ما شافهاش كويس. وقف ودور عليها بس ما لقاهاش. هو متأكد؟
لارسن بيعمل زيك بقاله كتير، بيفرق بين الإنسان والمسخ، بس انت شاطر في ده. روح دور عليها قبل المسوخ. هشوف اقدر اعمل ايه، بس تاك بصي انا عايز باقي فلوسي مقابل شغلي مع ليون. طيب هاتلي بشر احياء تاني وانا هديك كل العملات اللي تحتاجها. لازم ادور على ويلا. في حد عايز ليلى في الكوخ؟ اهلا. ايه اللي بيحصل؟ اخر مره شفت بوزر ده كان من يمكن كام اسبوع. هو لسه قريب. ايوه هي دي عادته، بيتهيأ له انه مشغول. سمعت اشاعه انه اتصاب ولا حاجه كده؟ لا دي تكر بتالف، هو كويس. الكاي قول لي انت عاوز ايه. انت ايه مشكلتك؟ واحد من رجالتي هرب من الممزقين عند ايرن بيوت وعذبوه زي العادي بتاعهم، بس المرة دي سألوه لو يعرف اتنين بموتسيكلات رجالة. فضلوا يسألوه لو شافهم او سمع عنهم. في سواقين موتسيكلات كتير، ايه بقى ايه علاقة ده بيا؟ الممزق سماهم مانجرلز. كم واحد لسه بيلبس شرط النادي هنا كأنها حاجة مهمة. بتسألني؟ دول متمنين سعر قتلك. حسس بإيه لما بدلنا الأدوار؟ قال ليه بقى ما تورينيش اللي معاكو خلاص عشان ما عنديش وقت لكده. اللي رايحك أديك. دلوقتي أنا عايز أعرف أنا هدي الحاجة دي لمين. ما نقدرش نسافر للشمال من غير ما صلح الموتوسيكل. ديك انسان جون، انت موجود؟ احنا عندنا شغل ليك عند هوت سبرينجز. تاكر تمام، انا في الطريق. سان جون حول. افتحوا، ما تعملش مشكلة، مش فاهم؟ ديك فعلا؟ لا ياكوب، أنا أظن إن ليون جاب لك ده. ديك ده قرار صح، قرار صح. روح لماني، ممكن يساعدك في حوار الموتوسيكل. أهلا بيك. يا خبر يا ديك، أنت سامع اللي بيحصل؟ مروحيات سودا، لسه المسؤولين بيطيروا. انت مصدق اللي بيحصل؟ استني، ايه؟ هو انت بتقولي ايه؟ لا كوب مش هيبطل كلام عنه، بيقول انه بيثبت اللي هو قاله، ان الفيدراليين هم اللي ورا الفوضى دي كلها. انت تعرف انا بقول ايه؟ كل المؤامرة دي سفالة. تفتكر هو صح؟ كوبلند عنده حق؟ عنده حق في ايه؟ لا لا يا جيز، مش عارف، بس لو شفت هيليكوبتر تبع نيرو ممكن تقوليلي؟ ماشي؟ طبعا يا ديك، زي ما تحب.